إنما نسير على مفهوم السلف الصالح، ومعلوم بالفطرة وبالعقل السليم أن السلف الصالح كانوا على هدى وعلى خير وعلى الصراط المستقيم، لأن معنى السلف الصالح الصحابة والتابعون، الصحابة تلاميذ رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين أخذوا الدين من في محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة وبدون واسطة، والتابعون تلاميذ الصحابة، هؤلاء خير الناس على الإطلاق، وهم على هدى وهم على الصراط المستقيم. على الإنسان العاقل الذي ينصح لنفسه يبحث كيف كانت عقيدتهم وكيف كان منهجهم في العقيدة والتوحيد فيسير على ذلك. هذا المفهوم هو الذي نسير عليه هنا في جامعاتنا، في مساجدنا، في جميع دروسنا في باب العقيدة على منهج السلف الصالح. وهذا المنهج بالاختصار ليس آراء الرجال،